معانا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام الاسبق لمنتخب مصر. كابتن ضياء مشرف ومنور كالعاده. ازيك يا كريم، عامل ايه؟ اخبارك يا كابتن ضياء؟ اجازه سعيده يا عم. انت وحشتني. راجع سخن، راجع سخن. لا ده ما فيش بقى، ما هو سخن انت اللي بتبقى سخن على طول يا كابتن ضياء. يعني انا يعني قلت ادام هنبدا كده يبقى نبدا معاك انت على طول يا كابتن ضياء. اخبار حضرتك ايه؟ لا واحنا لا نخلو من السخونه يعني. صح كده. اخبارك يا كابتن ضياء، امورك حلوه؟ الحمد لله كله. الكلام اللي انا كنت بقوله من شويه في الناس، بعض الناس تقول لك كان خد فلان وما خدش فلان ازاي والكلام ده كله، وقعدت اشرح شويه انه في طريقه معينه الاجهزه الفنيه للمنتخبات بتختار بيها اللعيبه. لو حضرتك تشرحها اكيد هتشرحها احسن مني. لا هي من بقت من الموروثات ان احنا مع كل قايمه يكون في جدل. فده مش هتقدر تغيره مهما قلت وحاولت وشرحت. هو اللي زاد شويه يعني في الاخر، الكلام ده موجود من زمان لكن ما كانش بالقوه دي. مع كل التقدم بتزيد الاعتراضات وبتزيد الانتقادات مع السوشيال ميديا مع التمسك بتشجيع الانديه، فدي بتبقى فيها جدل يعني. صحيح. فالجدل ده لما مش هينتهي طبعا. انت قلت حاجات كلها بيختار على اساس المدير الفني، على اساس فني، على حاجات طالما ما فيش اي حاجه تانية، اي عائق تاني يمنع انك تضم حد، عائق سلوكي، عائق اي حاجه يعني. لكن طبعا الحاجات الفنيه اللي بتدار داخل اوضه الاجتماعات مع الاستاف الفني بتبقى فيها حاجات مش لازم تطلع كلها للناس. صحيح. مش لازم كلها تطلع للناس. صحيح. لكن في النهايه المدير الفني بيبقى شايف انه ده افيد حاجه ليه، الاختيارات دي بتبقى احسن وهتفيده. بناء بقى على مراكز، بناء على طريقه لعب. انت يعني انت بصراحه غطيتها كويس. صحيح. في تفاصيل كتيره يا كابتن ضياء والناس ما تعرفوش برضو ان انتوا في اوضه الاجتماعات دي بقى اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم فيها دي بيبقى فيها خلافات ومناقشات وافكار جدا ومقارنات ما بين في المركز وعرض طريقه وعرض مواقف للاعب الفلاني واللاعب الفلاني، حاجات كتيره. في النهايه بيبقى فيها مناقشات، ولما يبقى في جدل على حاجه معينه يعني على اسم او اسمين. صحيح. انت واخد بالك، لكن في ثوابت وفي حاجات بتبقى معروفه للناس كلها. بتبقى واضحه يعني. طيب